الإهمال الحكومي لأزمة السكن في سوريا عبر العقود الثلاث الماضية أجبر المواطنين على ابتكار حلولهم الخاصة، مما أدى إلى تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والغابات والأحراج المحيطة بالمدن الكبيرة لصالح توسيع الضواحي بصورة غير منظمة وعشوائية، مما أدى إلى تفشي ظاهرة أزمة الفقر والبؤس في سوريا اللي صار هلأ أكثر من 40% من سكان سوريا بيعيشوا فيها. أنا عايشتي أنا ساكنة بغرفة بدك تقول مثل هاي أو أكبر شوي، عندي 7 أولاد الله يسلمك. آجار هذا أنا أخذته، مو ملك، محل آجار. وفي حركة ناس بيروحوا بيدوا بشتروا في الحمد لله ماشي الحال. هلا غالبية الناس هون شو بشتروا بالعادة؟ أكثر هون عمال وشوفيرين. عمال وشوفيرين؟ إيه. أكثريتهم من وين؟ أكثريتهم من وين؟ الأصل من وين؟ أصل والله يا أخي صدق الحيط على الحيط ما بتعرف الثاني من وين. يعني الناس اللي هون مشترين شتري الأراضي؟ شرية زراعية. زراعية. الناس يبعدوا فيه هون. كلهم مخالف، السكن مخالف، كله مخالف. أنت غالبية السكان هون من وين أصلا؟ من الجبل. من الجبل. عدلي. من حوران. من شكري. في من الشام. في من شكري. غالبيتهم شو بيشتغلوا؟ غالبيتهم الأغلبية بيشتغلوا على الطوعين بالجيش. يعني بدي أقول 70% الطوعين بالجيش. والباقي كله عمال. شوفيرية. في الناس هون قسمين. قسم معه قسم معه. شلون؟ في ناس بالحجر الأسود بلموا الأكل من القمامة. وما أن في ناس بتوقف كان عكازية قبل الغلاء هلا بتعبي بالطاسة، طاسة السوبيا وقنية المندرين الكولا وكذا بتعبي لتر ولترين لتحية ما غلاء. هلا سما غلاء هلا ما حدا اشترى. الخدمات الأساسية في العشوائيات إذا وجدت أصلاً بتكون غالباً رديئة ومعرضة لنوع من المساومة الدائمة ما بين المواطن والجهات المحلية المسؤولة، وهي الحالة بتخلي المواطن دائماً عرضة للابتزاز الرسمي في حال رغب بتوسيع بيته أو تحسين خدمة المي والكهرباء أو الحصول على أي خدمة أخرى. بس الخوف الأكبر المسيطر على عقول سكان العشوائيات في أغلب الأحيان هو الخوف من قرار هدم تعسفي بدون تقديم أي بديل منطقي للمتضررين، الأمر اللي صار كتير ملحوظ بسنين الأخيرة. الحارة إذا بدهم يجوا يقولوا هدوا مو سألانين عنها، صار من 40 سنين هالكلام إنه بدهم يهدوا بدهم يهدوا. كيف بيقولوا لك ما راح يعوضوا لحدا؟ شو بيقولوا لك بدهم يعوضوا؟ لما الناس بتنجبر على العيش في هيك أجواء ما له مستغرب على الإطلاق إنه نشوف ارتفاع كبير في نسبة ترك التعليم وإجبار الأطفال والأولاد على العمل مشان يساعدوا أهلهم على تأمين لقمة العيش. بعدين صاير فينا نحن بلادنا ما في هداك الاجتهاد عندهم، إذا خليناهم بالمدرسة ينخوف بعدين يصلوا للتاسع للعاشر كذا يسحبوا على الجيش، لا مصلحة وظيفة ولا مصلحة بكون عوض ضرينا ولا تبعف عداهم. يلي خرج دراسة إذا تم على شيء، أما اللي ما خرج دراسة إذا تم بالمدرسة أكثر، إذا تعلمنا خير شغل عسل وانتجنا نروح عشان ما نروح يجي على الفاضي ونصرف عليه. هيك عدم نظرنا. سكان العشوائيات فقدوا الأمل من زمان في مجيء أي مساعدة حكومية إلهم، بالعكس أغلبهم صار يشوف أن الحكومة هي جزء من المشكلة اللي عم يعانوا منها. بس المشكلة الأكبر أنه حتى الجمعيات الخيرية اللي كانت عم تقدم الدعم من فترة بسيطة صارت عاجزة عن هالشي اليوم بسبب تزايد الطلب وقلة عدد هاي الجمعيات من جهة وعدم سماح السلطات بتأسيس جمعيات جديدة من جهة أخرى. هذا علاوة على أنه الشخصيات الفاسدة والمتلاعبة ما تركوا حتى هاي الجمعيات تفلت من شرهم. شو عملوا لك الجمعية الخيرية بس؟ عملوا هذه عم عمرو هذا. هم قبل الجمعية الخيرية. لا يا أبي. هبطوا أنا بعمر غرفة هون هبطوها. قالوا صب أرضية صبينا أرضية وقاموا وقفوا. بس هالسعال. وجينا عاد أنا صلنا نحاد حتى عمرنا له هالحين. أيوة. وصبينا له ولا إيش فرق مالنا لو عمر روح يطون تاني زي ما غرفتين ولا شيء منافعون الله. الله لما مناخد كل هالأمور بعين الاعتبار ما فينا إلا ما نتساءل عن سبب بطء الحكومة السورية في معالجة هاي القضية الهامة والحساسة واللي عم تأثر على شرائح اجتماعية كبيرة في كل أنحاء البلد.
بس السؤال الأهم بأذهان كثير من الناس بتعلق بطبيعة صمت الشعب السوري حيال إهمال حكومته لقضايا المعيشية الأساسية. يا ترى هل هو صمت ما قبل العاصفة أم صمت القبول والخنوع؟ الدكتور نجيب غضبان المعارض السوري المعروف ومدرس العلوم السياسية في جامعة أركنسا في الولايات المتحدة بحط رهانه على الشعب السوري ورغبته في التعبير عن مشاعره بحرية أكبر في يوم قريب. ما في شك أنه في عامل أخير أنا بتصور لعب لصالح النظام اسمه العراق. يعني الناس كانت كتير مستعدة تدفع باتجاه التغيير وهيك، فلما شافوا التغيير بالعراق مشي من سيء إلى أسوأ، وكان طبعا لا شك سيء كتير، حسوا أنه يعني الثمن قد يكون كتير كتير غالي، ونظام لعب على هالقضية هي أنه شوفوا هاي التغيير اللي بيكون، يا خليكم بهالأوضاع ما حتغير كتير أمور. أنا في تصوري فعلا هو الصمت اللي بينتظر فرصة أفضل ليعبر عن حاله، وبالنتيجة النهائية التغيير يعني قادم. الأنظمة الدكتاتورية تحمل بذور فنائها داخلها مثل ما بيقول ماركس.